نلاحظ مطالبات الحارس مصطفى زغبة بوجود لاعب وحيد في حائط الصد. الكرة على كل حال مرت إلى الأمام، محاولة موجودة بالرأس تمر، التعدي أمام المرمى، جول جول لفارس الجنوب. فارس الجنوب يتقدم في نتيجة اللقاء، في نتيجة اللقاء. أيمن عطوشي يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الأول ويرسم البهجة على محيى عبد الرزاق الشابي. شوف الكرة من جديد، لاحظ الكرة، لاحظ هذه الكرة مدروسة، هذه كرة مدروسة. اللقطة الماضية سجلت عن طريقي، عن طريق أبها. إذا أبها يتقدم ويسجل الآن. شوف الكرة، الكرة التي ذهبت من كريم عواضي، جاءت العرضية ذهبت الآن وسجلها بالفعل، سجلها مهدي سارج وليس أمين عطوشي. إذن الجزائري يعلن عن أول أهداف هذه المباراة وشوط المباراة الأول عند الدقيقة 32. كرم برناوي في الكرة الماضية، تدخل من كرم برناوي، نشاهد الكرة على كل حال، ضربة ركنية واحتوية تمر. الله دور الإسباني، يسجل هدف التعادل للوحدة ويعدل النتيجة في هذه المباراة من لمسة، من لمسة بوتية على طول في المرمى. يسجل أول أهداف الوحدة في هذا الموسم، 1-1 في المباراة، 1-1 في المباراة من بوتية. ألبرتو يضع الكرة في المرمى، ولاحظ السعادة الكبيرة من جابرييل. يلعب الكرة العرضية روبن، ولكن الكرة تتخلص، الكرة تتخلص بتغطية وتدخل، التغطية وتدخل في الكرة الماضية تتخلص الآن وتعود من نصيب الفريق الأباوي. الله، يا لها من رصاصة، يا لها من رصاصة، صاروخ عابر للقارات، عابر للمحيطات. أجمل أهداف الجولة، أجمل أهداف الجولة. ما الذي فعلت يا عمار؟ أوهو، طلقة وقنبلة تسكن الشباك الوحدوية. يا له من هدف، يا له من هدف يا عمار. كرة في المرمى، أرسلها، أرسلها بكل ما أوتي من قوة. هدف أبهاوي ثاني، هدف أبهاوي.